في أنقرة أفادت قائمة تحليلية للمركز المالي للبنك المركزي التركي أن البنك تلقى 10 مليارات دولار من اتفاق مبادلة عملة أبرمه مع قطر. وأعلن البنك أنه أبرم اتفاقا لزيادة اتفاقية لمبادلة العملة مع قطر إلى 15 مليار دولار من 5 مليارات دولار لتسهيل التجارة الثنائية بالليرة التركية والريال القطري ودعم الاستقرار المالي في الدولتين، مما قدم بعض التمويل الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه لتعزيز الاحتياطات المستنزفة ودعم الليرة التركية. بهذا زادت أصول النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بأكثر من 10% خلال الأسبوع الحالي بعد الحصول على دفعة كبيرة من النقد الأجنبي بموجب اتفاق مبادلة العملات الذي وقعته أنقرة مع قطر. وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي التركي إلى ما يعادل 339 مليار ليرة و94 مليار مقابل 580 مليار ليرة قبل ذلك بيومين بحسب البيانات المنشورة اليوم. وتشمل الأصول الأجنبية موجودات العملات الأجنبية والمتحصلات بالعملات الأجنبية. ورفض البنك المركزي التركي تعليق على ما إذا كانت اتفاقية مبادلة العملات بين قطر وتركيا وراء زيادة الأصول الأجنبية لديه، بيد أن الغزو التركي في ليبيا بإعاز من تنظيم الإخوان يسبب في زيادة تدهور الأزمة الاقتصادية التركية ويحمل أنقرة مزيدا من الانتكاس.